السلام عليكم، هلا والله فيكم وحياكم في مقطع جديد. معكم اخوكم مبارك القحطاني. مقطع اليوم راح نكمل في لعبتنا الرهيبه سوبر ماريو ار بي جي. المقطع الاول اخذنا معنا مالو ورحنا ساعدنا يرجع فلوسه، وبرضو قاتلنا السبرينج اللي معاه سيف او سيف فوق السبرينج، واخذنا منه النجمة الاولى. والان المهمة اننا نروح حق جد مالو عشان يعلمنا الطريق اللي نروح له. طيب this is the entrance، يقول هذا المدخل. grandpa says to watch out for، هو يقول جدي يقول انتبهوا من، توقع قال اسم وحش. فخلنا ندخل البايب ونروح حق جد مالو. انا اتذكر المكان اللي فيه مويه بس ما توقعت انه يطلع كذا بدري مره. في رساله، خليني اروح اقراها. في رساله على الجدار يقول read directions to how to enter. yes stand يعلمني كيف ادخل البايب. اوكي. ولا يمكن في طرق مخفيه، ما ادري. المهم خلنا ندخل للبايب، وهنا في بايب في اسماك. طيب خلنا نشوف البايب اللي جنب البايب اول، بعدين نروح نبعد. حلوين. اوه في بو والفيران، اتذكرهم الفيران اتذكرهم. اطيح. اوكي طا 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 طا. آسف لازم أغني. كانت بلوك، ما تنصد. اقعد. أحا. سبيشل اتش بي رين لنفسك. كان بلوك. لا هذه اقدر اصدها. احا. اضرب ضربة عادية ولا سبيشل؟ فاير بول اجرب، يمكن تطلع لان خشب تطلع. ريزيستنس. يصدها. لا ابغى اعطي مالو، ما ابغى اعطي ماريو. مات مالو. بيك مي اب. والله استخدمتها على الفاضي والله. ايتم، لا مش ايتم، سبيشل اتش بي رين ماريو. هذه كانت بلوك. اوكي يا ساتر يا القوة. متى يموت ذا؟ نايس مس. اخيرا. ما بغى 10 اكس بي. اوكي فلاور جار، والله ما تسوى الفلاور جار صراحه. اوكي ماريو ليفل 5. اعطي اتاك. تر بن. اخذ شيء زبده. تعال يا فار. مس كمان. اما سم
وانس اجين ضربة ثانية هرب الفار الكلب. كلنا تسممنا. احا يروح السم لما اشوي يروح. وضعي سيء. برجع لل شو اسمه، اقدر ارجع مشروم كينجدم، برجع مشروم كينجدم بشتري ايتمز. كويس انه في فاست ترافل. اشترى شيء اللي جده يبغاه. اوكي كويس اني رجعت عشان اشتري. مشروم اول شيء، خلني اشتري البنطلون حق صديقنا، شريته له. اوكي ايش اللي كان هذا؟ اوكي اللي يمنع السم يبغى لي اثنين حق الاثنين. بس بعطيه ماله. يس ماله. مشروم عطنا 10 مشروم، 9. يس هاني سيرب عطنا شوي. بيك مي اب عطني شوي. هذا الكلينسينج جوس عطني شوية. اوكي الان نروح مرة ثانية للماب ونروح للسيورز المجاري. طيب انا رحت مع الطريق هذا. طيب رجعت نفس المكان. حلوين حلوين. اوه 42 احول مات. وانس اجين نايس. هب ولع. نايس لفل ماله. نايس ليفل 5. بعطيه اتش بي زياده المره الجايه، بعطيه ماجيك. حلو صرت اخاف الحين من ال من التريجر. Once again, nice. Once again, مات من ضربة واحدة. كافو ماريو الأسطورة. تعال يا فار، عادي عادي بلفل على مخكم. عطني once again. Yes. Once again. لا خلاص ما هي بحلا. اوه هيلثي نازل، ما انتبهت. خلنا سبيشل مالو اتش بي رين ما اقدر استعملها. اوه لازم استعمل ايتم. طيب هات مشروم ما اقدر استعمله من جد؟ لا اقدر استعمل زي كذا. اي اقدر. اوكي اوكي مش من الستارت، من هنا. اوكي يلا يا فار. اوكي ما يبغى ما يبغى ماريو يلصق فيه خلاص. نايس في ليفل
عطني وانس اجين. نايس. افتك من الفيران اللي سممون. لفلنا؟ لا لسه. لو تلاحظون تحت بعد كل قتال يبين لي اكس بي تو نيكست ليفل، الاكسبيرينس اللي يحتاجه عشان اوصل لليفل الثاني. لا بغيت ماريو يضرب الفار بس يلا اوكي. كانت بلوك. مس كمان. حلو لا تعطيني سم يا رجل. شوفوا تحت اكس بي تو نيكست ليفل، ماريو باقي له 35 وهذا باقي له 40. وانس اجين نايس. وانس اجين يس. موت. احلى احلى فايت اللي ما موت فيه ابدا. جاني ايتم بيور ووتر. انزل هنا خلني اقاتل تشيب تشيب. واو واو قوية. اتوقع ثندر بولت تضربهم او تكون افكتيف عليهم، بس خسارة اضرب عليهم ماجيك. اي والله خسارة. 6 اكس بي نايس. في شيء تحت. اوه هو هذا البداية صح؟ اوكي مكان اختصار ولا؟ والله شباب اللعبة تقطع من اللعبة نفسها مو مني. ما اقدر. ما اقدر اطلع فوق. تقطيع من اللعبة نفسها مو مني. هذا المكان اللي فيه الكنز اللي نقاتله. خلني اجل اهرب من الجماعة. اللي هربت منه الحين جاني مرة ثانية. بس ايزي وانس اجين. ما في وانس اجين. هرب الفار. جبان. ينوم. الطريق اللي هذا اللي رحت منه. بعدين هنا نزلت. اوكي هنا نزلت، قصدي نزلت للموي عشان تشيب تشيب. طيب هنا ندخل للبايب. هذا المكان البداية. اوكي جيت انا من هنا قبل شوي صح؟ نوعا ما متاهة تصدقون. رهيب الفار لما يهرب. ليو 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 ليو.
هبلع. أسامة مات. ول ول استخسرت استعمل ال pick me up. اوه خلني استعمل فلور جار. هني سيرب شو يسوي؟ اوكي يزود الهذا اتش بي رين اتش بي رين. في النهاية ما في طريق هنا اصلا. متاهة تقريبا. غريب هذا، مرات يكون تعالي مرات يكون الثمرة نازل. كلينسينج جوس. طيب قربنا من الليفل الثاني بس وين اروح؟ تقريبا شطبت كل الاعداء. خلني اشطبهم من الفضيقة كلهم. اما تسممت اتش بي ماكس. نايس. طيب اوه في بايب تحت هنا، في بايب تحت. اوكي once again. نايس الفار once again. جميل جدا. هذا المكان ما جيته. وفي هناك توقع طريق عند المويه، بس خليني اجرب وش الطريق اللي فوق. في زر. يس ووتر هاز بين دريند. انشفطت المويه. بو بقات البو اول مره. كفو. الحين شفطنا الموية. أقدر أنزل وأدخل للبايب هذا اللي يودي. أوه سيف. يس يعني تقريبا خلصنا المكان هذا. نايس. لا ايزي. رجع مرة ثانية. انتبه من الطيحة. بوس فايت. اصبر قبل لا تسوي شيء. اتش بينا كامل، كل شيء كامل. This is must be بيلوم اللي قال لي انتبه منه. Is that the fire hose or tank؟ يقول هذا يقول هذا اللسانة ولا الفاير هوز اللي يطفي الموية أو يطفي النار. أربع عيون. طيب نجرب فيه سبيشلز.
طبعا هو توقع ما ادري هو ناري ولا مويه ولا ما بعطي ضرب عادي اول. حلوين. انت جرب فيه الثندر بولت هنشوف تاثر ولا ما تاثر. ويكنس. حلو حلو حلو. بس اعملها عليه بتكي عليه بال ثندر بولت. طيب جيب الجيج موف خله شوي الجيج. حلوين. خلني اخلص الفلور بوينت. كانت بلوك. صوت فزاعة. طيب خلنا نستعمل الجمب. انت ثندر بولت. اكل خوي. جمب. طيب رجعوني. اخيرا رجعت ماريو. حلو. ايتم بيك مي اب. ما اقدر استعمل بيك مي اب لانه هو في بطنه اوريدي. استعمل جيج موف. حلوين. رجعت لهذا الايتم مشروم. زود الهيلث. طلع مالو من بطنك اخيرا. سبيشل ثندر بولت. ابلع. نومني. يا اخي ليش ما اقدر اشوف الهيلث حقه؟ بيرفع المويه. خسر اشوى. فو لفلت. ماريو ليفل اب. سوبر جمب. نايس. عطني هيلث. مالو. خذ ماجيك. Lou must have been lying when he said water would come gushing out of here. يقول اكيد انه كان يكذب لما يقول المويه بتجي. Do you hear something؟ يقول تسمع ولا في مويه. سبرينج سبرينج سبرينج. سكر الباب مره ثانيه. شلال. This is the Midas River course. Want a crash course on it? وش يقصد؟ يعلمني يعني؟ لا بتعلم نفسي. لا تعلمني. توقع أوخر من أجمع قروش؟ أوكي أقدر أسوي أسبح وأجمع قروش. أروح للفروغ كوين أحسن.
تعالي قرش. نايس. فوق فوق فوق. في سبرينج على اليسار. يمين واليسار 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 يمين واليسار. بكمل يسار. لا يمين في فروغ كوين. بدي نرجع. تشيز ولا شيء اي شيء. يمدي 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 صح. تقدمت. يس يس. حلوين. اوكي نايس. جمعت فروغ كوينز واجد. هنا نط بعد. لا تعلمني خلاص. لا تعلمني. اتعلم نفسي زي حقه ال شو اسمه. اوه ليه يا كلب نطيت على الثانيه غيرتها. حلو حلو. بدأت تعود عليها. بدأت تسرع. موسيقى. حلو. ليش ما يحسبها لي؟ صارت أسرع مرة. اسمك تلحقني. حلو. Wasn't that fun؟ جمعت 49 قرش. Trade coin in this river for frog coins. At least at the first time. Only bonus I'll give you one frog coin. إيه يقول لي المرة الأولى كل ما تجمع 60 قرش بعطيك frog coin واحد. أوكي. فأنا ما جمعت أصلاً 60. كوبا شل. ماله طيب وين راح؟ هنسيب. حلوين. ماله معي؟ اه معي اوكي. هذا وين يودي؟ You can try your luck again if you get the trampoline. It will cost you. اه بدفع 30 قرش انا اعيدها مرة ثانية. اوكي لا 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 شكرا ما احتاج اعيدها. وصلنا عند جد ماله تاد اي بوند. هذه مدينته. وين جدك؟ Play notes by jumping on the tadpole. Okay, إذا نطيت تيجي موسيقى. آه. I'm a composer. يقول أنا موسيقي. لا لا ما أبغى ميوزك لسن. لا ما أحتاج شكرا. أبغى جد ماله. وين جدك يا مالو؟ هناك؟ اوكي يقولون انتو قتلتوا ذاك البلوم مديش. يقول
الموية تنقل الأخبار. عشان كذا جدي يعرف كل شيء. يقولك يقول هل أنت فعلا سوبر ماريو؟ نادى أخويا كلهم. طيب يقول جدي ماريو كان يساعدني. خايفين من ماريو. اوكي طيب وين جده؟ هذا جد الضفدع. يرحب في ماريو. فروغ سيج الساحر فروغ يقول جيت تدور الحكمة مني. يقول كنت انتظرك. يقول القدماء الحكماء يعطونك نصائح. طيب يطيح من لكيتو. يقول بس كيف يعني تصرف أرعن مني. هورود اوف مي ليتس جيت مور كومفورتبل. يقول خليني اقعد اكثر براحة. يقول تعال عشان نتكلم اكثر. فور ريفيرس. يقول حق لكيتو ارجع. يقول سو جسر حق ماريو. طيب كيف اروح؟ طيب الو كم تو ماي سانكتشري اند بارتيك اوف ماي ويزدم. تعال وخذ من حكمتي. ليتس سي. That smithy character that appeared at Bowser's Keep. يقول ذاك السيف اللي طلع في قلعة باوزر. يقول quite formidable. Yes. ما أدري إيش معنى formidable. And Mario, you wish to rescue the princess quickly, do you not? أنت بتنقذها بسرعة صح ولا لا؟ But if only you know the truth. لو تعرف الحقيقة بس. Peach is no longer there. يقول Peach ما هي هناك. وين هي طيب؟ وين؟ يقول patience اصبر young one. يا شاب let me explain. Here is the what happened. يقول هنا ايش صار. You were rescuing Peach from Bowser's Keep. يقول انت كنت تنقذ Peach من قلعة باوزر. After defeating him just when you were about to free the prince. يقول بعد هزمته قبل ما تنقذ الأميرة. You heard a loud crash on the and saw a huge sword split the sky. يقول سمعت صوت ضربة قوية وشفت سيف كبير من السماء جاي. يمثلها. ووش out of the blue. يقول يعني out of the blue يعني من السماء. The shock sent the three of you flying. يقول الضربة طيرتكم ثلاثتكم. أنت وباوزر توقعوا بيتش. باوزر and بيتش are still lost somewhere out there now. يقول بيتش وباوزر ضايعين. You are worried about the princess. يقول أنت مرة قلق على الأميرة. But first you need to take care of Smithy. يقول لازم تهزم سميثي أول. His underlings are working the king havoc the our world. يقول الظاهر الموجات اللي عنده او شيء الطاقه اللي عنده قاعده تخرب العالم. كلي مورتون وهم يو ديفيت ات مشروم كينغدم واز ون اوف ذم. يقول كلي مورتون ده اللي هزم ناس سبرينغ في هذا واحد منهم. مور ويل بي كامينغ. يقول في زياده.
Grandpa, I almost forgot to tell you something. We found a star. يقول لقينا, نسيت أقول لك شيء, لقينا نجمة في مشروم كينغدم, في قلعة مشروم كينغدم. تعرف شيء عنها؟ يقول a star, most interesting. يقول مثير للاهتمام. This may sound illogical, but I believe shooting stars can grant wishes. يقول لك شيء غير منطقي, بس إنه shooting stars تحقق الأماني. And now more than ever, I believe they will play a vital role in fighting Smith. يقول الحين أكثر من قبل يعني بيكون لهم دور مرة مهم إنهم يهزمون سميثي. Too much to absorb. Would you like to recap? لا خلاص ما أحتاج ريكاب, أعرف الشرح. طيب, it's quite a situation we have on our hands, isn't it? يقول عندنا الحين situation في يدنا. Now everything sounds so dire and serious. يقول الحين كل شيء حقيقي أو يعني serious. I guess Clemerton was only the first of many Mario, of many. بعدين تنتهي الجملة بـ ماريو some of them will make Bowser seem nice. يعني أقوى من باوزر. طيب, مالو you speak as if there is something, there is things do not certain to you. قلت قاعد تتكلم كأن في شيء غير يعني ما أنت مقتنع فيه أو شيء. You will accompany Mario on his adventure too. يقول راح تخاوي ماريو. كرافا, what are you talking about? ايش قاعد تقول؟ I'm only a simple tadpole. That this adventure isn't for me. يقول هاي المغامرة ما هي بلي. مالو my boy, يا ولدي, I've kept this from you until now. يقول خبيت هذه المعلومة عنك, but you are not a tadpole. الصدمة, كلهم صدمة. What? I was sitting there once rainy day enjoying a snack of crickets. يقول كنت قاعد وقاعد أكل توقع الحشرات قاعد أكلهم. When I happened to see a basket float, لقيت سلة تطفو من الشلال. يقول نظرت داخل وشفت بيبي صغير يناظر في عيني. The name Malo was written on his... okay, كان مربوط على مكتوب على الحزام حقه Malo. حزين. I felt sorry for the little bundle of puff and took him. يقول شلته وربيته كأنه حفيدي. He had powerful magic. عنده magic قوي جدا. I knew he was more than piece of fluff. يقول عنده magic مرة قوي وأقوى من يكون شيء عادي. I thought surely this child must be from some far off land. جاي من بعيد ذا الولد. Grandpa, you mean I am not a tadpole? Sniff, sniff, sniff. Malo, now it's not the time to cry. ما هو وقت البكي. Go with Mario on his adventure and find your real family. ودور على عائلتك الحقيقية. Your real mother and father are out there somewhere. يقول لي أمك وأبوك موجودين في مكان ما هناك. Psst, Mario. يناديني. The boy's magic is sure to come in handy on your adventure. You will take him along, yes? Sure, أكيد طبعا. Grandpa, I won't cry anymore. I will go on this adventure with Mario and find my real family. يقول ما راح أبكي مرة ثانية, بروح مع ماريو في مغامرته وراح أدور على عائلتي الحقيقية. Then it is settled. تم الأمر. You must embark, يعني تنطلق مش مبارك, embark on your adventure immediately, الآن.
first go to Rose Town when they need your help. يقول روح لي Rose Town. Frog sniff. It will be quiet around here with Malo gone. Maybe a snack will cheer me. يقول لا بكون يعني في فراغ بدون ماله بس ان الاكل راح يخليني انسى. That's right. I had forgotten all about it. I will give you something for the cricket pie you brought back. فطيرة الكريكت. I know you shall have the stuff I used when I was Malo age. يقول عندي الاشياء اللي اقدر استعملها لما كنت في عمر ماله. The frog stick will come in handy. عصا الضفدع بتكون يعني مفيدة لكم. Do not forget to equip it. أوه زيني كلمت أعطاني stick equip. مش أنت. خلنا نروح لماله. Frog stick yes. Nice. ماريو ما عنده اصبر ما عنده اللي عنده جمب شوز اوكي بس ايش ال ضعفني اوكي تزود الديفنس بس تقلل السبيد والاتاك نايس طيب رجعوني ضفادع والله تو ماتش قصة تو ماتش قصة هذا المكان ترى تقطيع من اللعبة مو مني صدق مش من التسجيل اللعبة مرة تقطع طيب خلنا قبل ما نروح هناك خلنا نشوف يوديني أماكن ثانية لا لا رجعني تقطيع مرة قوي أوكي ما يودي إلا يوديني ودي عند الكوينز بيتري جين طيب خلينا نشوف الطريق الأول بس حق كنز اوكي ناخذ الكنز ليش لا حلو الستيك رهيب احسن من البوكس الورد عندها روج لولا باي بولن ناب نوم لولا باي خلاص قوم مالو نبيطة يا ليل كم اكس بي بس 4 ما تسوى والله هاي أنا لازم أروح له من هنا أوه عنكبوت
مات؟ نايس. لا ما أيوه نايس حلو. يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل ليل. أنا الكاميرا مغطي على أسامي الضربات. لولا باي تجي ورا الكاميرا. طيب صح ماريو. فروك كوين نايس. لحد الحين ما ادري ايش فايدة الفروك كوينز. هلا توقع هنا الطريق تحت في كوينز ما ادري كيف اروح لهم. عموما هذا عنده شيء سارق. يا ليل اتوقع اللي يهربون دولي لو اذبحهم بدري يعطوني فلوس كثير. اتوقع تشبيرين نبي الاتش بي في لكيتو ماسك شوي جاي. مس هرب. اوكي هذا يوديني اوكي نفس هذه بس الجهه الثانيه. اوكي نفس المكان. ضحك الورده صايره اسمها ستار سلاب. نايس قليل اكس بي هنا اثنين بس ما يسوى. مشكلة يجيني ويهرب يعني يمسكني ويهرب. خلني اعطيه سبيشل جمب سوبر جمب اسوي عليه. يس صديتها صح؟ ماريو بيروح فيها. ريكفر زود الاتش بي حقه. طيب اتش بي رين عط ماريو. ما قد سويت التعجب حقت هذه حقت اتش بي رين. صديتها نايس. مع اني اصدته وينقصني 8. ليش قوي ذا النجمة؟ ريكفر كمان. ابدا ثندر بولت ويكنس نايس. اعطاني فروك كوين 10 اكس بي نايس. ما ابغى قاتلك انت. مشروم طيب نكمل. في طريق قومبا وكوبا مصافين طابور. باوزر مع ماجيك كوباز. قاعد يجيش الجيوش. All right people from ranks.
جاجر هيد اوف ذا شيلد واريورز، ينادي هذا اسمه جاجر شيلد واريورز، الواريورز اللي عليهم شيلد. ويز كوبا ماستر اوف هودد سورسريز. And last but not least, Gump Hyde, the Hyde Grand Dam of the Grounding Goombas. This is our finest moment. هذه لحظتنا الحاسمة. Bowser minions are invincible. يقول مينيز حقين باوزر انفنسبل، يعني غير يعني قاتل، يعني ما ينهزمون. We shall be victorious. The bridge is down but we will find a way to get back and move out on the double. يقول طاح الجسر بس بنحصلنا طريق ثاني نرجع مرة ثانية. Bowser and his minions must be on their way to Bowser's Keep. بيروحون لقصر باوزر. Come on. Rose Down is just up ahead. المدينة اللي نبغاها في طريقنا قدامنا على طول اتوقع. هذه Rose Town. Sweet Shinnet. See the arrow come flying from the forest and you are hit, you can't move. يقول لما يجيك السهم ما تقدر تتحرك. You can't move a muscle, ما تقدر تحرك ولا عضلة فيك. طيب خلنا نروح للفندق. هذا عند العاب باوزر ماريو بيتش. ماريو هي هيلب. واهاهاها هاي ماريو اي ويل تيك كير اوف برنسس بيتش ناو. بوينغ بوينغ سوبر جامب اتاك. واهاها يو ثينك يو كان هيرت مي وذ يور تشايلدش برانكس. قلت تهزمني مع حركاتك الطفولية. Attention Peach, you are coming with me. Zip your lip. يعني كده زب سكري فمك وتعالي معي. Help, help somebody, please help me. Help. الله شاف ماريو. Oh my gosh. It's Mom, look at you have a guest. عندنا ضيف. Yes, dear, I hear you. Hello there. Are why aren't you Mario? For real? Well, you have that that hat and the funky stash, يعني funky mustache, شنب. Are the real Mario? How do I know you? That's you. You might just be pulling my leg somehow. Prove it. يقول اثبت لي ان انت. Alright, hey Mario, wanna play with me? I'm playing Save the World. تبي تلعب معي؟ انا عندي لعبة انقذ العالم. انا قاعد العبها بالحقيقة. Now Mario might be a little tired, dear. يقول ماريو تعبان. Come on mom. You will never play with me. It's fun playing alone. It's not. يقول ما عمرك لعبت معي ومش ممتع اللعب لحالي. Oh dear Mario, I hate to ask, but could you play with Gaz for a little while? يلا بنلعب معه. Yes, Mario. Just across the farm from you can be Bowser. Albigino. Okay. طيب أنا بكون باوزر. Ready? Let's play for some I left off. يقول نكمل وين ما كنت. Oh scary but just watch me.
Better watch out, Bowser, cause Gino's gonna blow you away. Take this. Your turn, Bowser. Oh no. If he keeps this up, I am finished. Alright. You asked for it. The super duper custom painted one of the only shooting star shot. I think I missed. Drop Mario. Are you alright? أغمى علي. Okay. الحين تدخل في هذا جينو وماريو باوزر بيتش. بيتحرك بيصير شخصية حقيقية. ما عارف يمشي. ماريو نايم في العسل. نسيف واتوقع يكفي لليوم. طيب وبس يا شباب، كان مقطع لليوم. اتمنى عزيزي المشاهد تكون استمتعت بالمشاهدة زي ما استمتعت باللعب. كان تقريبا تسجيل ساعة، ما ابغى اطول اكثر من كذا لان في احداث ثانية بتصير في قدام بخليها للمقطع الجاي. فلا تنسى دعمك على المقطع هذا وعلى السلسلة عموما. نشوفك ان شاء الله في مقطع جديد. سلام.